الحال؟ أموركم طيبة إن شاء الله. هاي تفضل. شكرا سيدي. عاش خليل الغرياني وارخوتك العوقير عاش ابراهيم. حاضر 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 أمين أمين شكرا شكرا هيك سيدي ونجم بسط نجم يا سيدي أحد عقلاء منطقة سيدي خليفة سيدي شكرا 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 سالم العبدلي سلمة سلمة كان عكوزك والله الحكاية هذا والله غالي شكرا شكرا رحيم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في بدنه حاز قوت يومه آمناً في سربه فقد نال الدنيا وما فيها. ثورة الكرامة عندما انطلقت وكان أولادنا وشبابنا هم وقودها، حققت لنا الأمن والأمان في مقار أعمالنا، في مصادر أرزاقنا، في تجوالنا وترحالنا، وكل جهة نتحرك فيها نشعر بأن ظل الكرامة يظلنا ونحن جميعا نتمتع بهذا الأمن والأمان. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأمر شرفيه أطيعوا الله والرسول ولو لم يأمر منكم. إنه لفخر لنا والاعتزاز في هذا النهار المبارك أن نلتقي بالمشير خليفة بن قاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة. نحن كقبيلة العواقير بجميع تركيباتها الحاضر أو الغائب نشد على عهدك ونشد على يديك، ونحن كما عهدناك بالسابق في الرشمة في أبو مريم وفي كل المواقع نحن ما زلنا على عهدنا. نحن نقول لك في هذا اليوم نحييك ونحيي خطواتك المباركة وانتصارتك، ونحيي كل الضباط والقيادة التي معك، ونحيي كل الجنود، ونحيي كل المساندين، ونترحم على الشهداء، ونطلب الله شفاء الجرحى. في هذه الساعة المباركة أحيي الأخ القائد على هذه الانتصارات التي تحققت على أرض الوطن، كما نحيي جهوده في إحياء ذكرى الشهداء والجرحى والمفقودين. إنه دائما يعول على مصالحهم. أيضا أهنيه على تحرير مدينة بنغازي ومدينة درنا والهلال النفطي ومدن الجنوب، وأيضا توا على حدود مدينة طرابلس. إن شاء الله يتحقق النصر بتحرير مدينة طرابلس بالكامل. شكرا كل جهد، شكرا كل جهد. حسام الفلاح خوتك سعيد سيدي نوقية. شكرا.
الله منصور.